أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من الهيئات. الهيئة تحمل الحكومة والميليشيات مسؤولية الانتهاكات في الطارمية. في المدى نطالع. الصحة تسجل 2312 إصابة بكورونا وتحذير من كارثة في السجون. في العربي الجديد، العراق توجس قبيل بدء إبعاد الميليشيات عن المنافذ الحدودية. وعنونة القدس العربي، لبنان ينحدر نحو هاوية وصحف تحذر من عودة الحرب الأهلية. في الشرق الأوسط نقرأ العنوان الآتي: إيران تتكتم على سبب انفجار نطنز وتتوعد بالرد. في موقع عربي 21، غارات جوية تستهدف مقارة لمجموعات إيرانية شرقية سوريا. وفي العرب اللندنية، حكومة يمنية بالتناصب بين الشمال والجنوب بعد ضغوط سعودية. نوجه عناية مشاهدينا الكرام إلى أن قناة الرافدين تبث من الآن على التردد وفق الأرقام والقيم الظاهرة في الشاشة الآن، لذلك نسترعي اهتمامكم بمتابعتنا على هذا التردد الجديد من الآن على مدار القمر ناجست. بعد إطلاق سراح أفراد ميليشيا حزب الله الذين اعتقلوا بسبب الهجمات الصاروخية التي استهدفت المصالح الأمريكية في العراق، تسود أجواء الترقب بشأن إمكانية الحكومة خوض مواجهة جديدة مع الميليشيات المسلحة أو الاكتفاء بتسوية طويلة الأمد تسود المرحلة المقبلة. صحيفة إندبندنت عربية تساءلت في تقرير لها: هل يخوض الكاظمي مواجهة مع الميليشيات أم يكتفي بالهدنة؟ الصحيفة تقول إن خطوة إطلاق سراح المعتقلين بيّنت افتقار الحكومة العراقية إلى وسائل الدعم في مواجهة الفصائل المسلحة، الأمر الذي بدا جلياً عند استعراض تلك الفصائل قوتها في بغداد بعد اعتقال عناصر تنتمي لها. وبحسب الصحيفة، فإن هذه القضية أعطت تصورات عن أن إعادة هيكلة الجهاز الأمني في الدولة العراقية لن تكون مهمة سهلة بعدما تضخم سلطة الفصائل القريبة من إيران خلال السنوات الماضية. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المراقبين لشأن العراقي اعتبروا تلك الحادثة دلالة على أن سلطة رئيس الوزراء لا تصل إلى حدود السيطرة على كل العناصر الأمنية وتحديدا داخل فصائل الحشد الموالية لإيران. ويبدو أن ثمة تسوية قد أجريت بين الحكومة والفصائل المسلحة في تلك القضية. وترى الصحيفة أن الكاظمي كان يود إرسال رسائل داخلية وخارجية عن كونه قادراً على إرساء دعائم الدولة وضبط السلاح المنفلت، فضلاً عن كونه شريكاً موثوقاً وقوياً للمجتمع الدولي والمحيط الإقليمي، إلا أن ذلك اصطدم بقدرة الفصائل الموالية لإيران على احتواء تلك الهجمة وإعادة ترسيم حدود تدخل الحكومة بنشاط تلك الفصائل، الأمر الذي قد يعقد إمكانية حصول حكومة الكاظمي على الدعم الأمريكي. وبحسب الصحيفة، فإن لحظة المواجهة بين حكومة الكاظمي والميليشيات الموالية لإيران لا تزال بعيدة نظرا لهيمنة تلك الميليشيات وأذرعها على القرار السياسي في العراق، وأن الهدنة بين الحكومة وتلك الميليشيات ستكون سائدة، بينما يرى آخرون أن ما حصل كان مقدمة لتصعيد أكبر. نشر موقع المونيتور الأمريكي مقالا للباحث علي المعموري، قال فيه إن ميليشيات الحشد الشعبي لم تندمج داخل الأجهزة الأمنية مع مرور عام على قرار رئيس الوزراء العراقي السابق القاضي بدمج الحشد الشعبي الكامل. وقال المعموري إن تلك الميليشيات لن تتجاوب مع القرار فحسب، وإنما تقاوم مرة أخرى أي استيعاب لها ضمن قوات الأمن، متحدية الحكومة في العراق بأكثر من شكل. الكاتب لفت إلى جهود رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في هذا القرار الذي صادق عليه البرلمان،
ولكنه لم يكن قادرا على تطبيقه. وأضاف أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي أعطى أولوية للتعامل مع القضايا المصيرية مثل سابقيه، ولكن بعض فصائل الحشد تعارضه. ويشير الكاتب إلى أفراد كتائب حزب الله احتفلوا في 29 من حزيران بإطلاق سراح أعضاء تم اعتقالهم قبل ذلك بأيام بالدوس على صور الكاظمي وحرقها هي وأعلام أمريكية وإسرائيلية معاً. وكان المشهد صادماً بالنسبة للشعب العراقي كون الميليشيات جزءاً من قوات الأمن العراقية التي تقع تحت قيادة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة. وشدد الكاتب على أن هذا يجعل تصريحات فصائل الحشد الشعبي بأنها جزء رسمي من القوات الأمنية ومرتبطة قانونياً بالدولة العراقية تصريحات كاذبة. ويضيف الكاتب أن إيران تبدو صامتة جداً تجاه أفعال الكاظمي ضد الميليشيات الموالية لها، حيث لم يعلق أي مسؤول إيراني على المداهمة ضد كتائب حزب الله باستثناء المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي رداً الذي قال إن الحادث شأن عراقي داخلي وإيران لن تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. أضاف الكاتب أن إيران ليست مستعدة في الوقت الحاضر لإضافة مزيد من التوتر في المنطقة بينما تواجه عقوبات صارمة مع جائحة كورونا. وربما الأهم هو أن أمريكا تشن حملة في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران، والذي من المفترض أن ينتهي في نهاية شهر تشرين الأول المقبل. الحالة العراقية المتناقضة ما بين الأمل والقنوط والدولة واللا دولة والقانون والفلتان يفتح الباب لمئات الأسئلة التي لم نجد من يحاول الإجابة عنها إجابة شافية حتى اللحظة. هذا ما ذكره جاسم الشمري في موقع عربي 21 الذي أكد أن حالة الانهزامية لدى غالبية السياسيين العراقيين تتمثل في عدم جرأتهم على طرح الأسئلة التي يفترض أن تؤسس لمرحلة خالية يكون فيها القانون والحكم، حينئذ يمكن أن تتخلص البلاد من كل الفتن والخلايا النائمة والقوى الشريرة. ما جرى الأسبوع الماضي ببغداد من اعتقال مجموعة إرهابية ميليشياوية من قبل قوات مكافحة الإرهاب ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حالة نادرة وجديدة في المشهد العراقي بعد تغول الميليشيات وسيطرتها على عموم الملفات السياسية والأمنية. الغريب ليس في ملاحقة الحكومة للميليشيات، لكن العجيب أننا ولأول مرة منذ العام 2003 نجد من يلاحق الميليشيات التي نشرت الخوف والرعب والكراهية بين العراقيين. ومن هنا تبرز جملة من الأسئلة المتكررة في الصالونات السياسية وعموم العراق، ومنها من يقود العراق حكومة الكاظمي أم سفراء بعض الدول الأجنبية في مقدمتها أمريكا وإيران؟ هل الكاظمي يريد نشر هيبة الدولة بقوة حقيقية أم مجرد أفعال استعراضية؟ ثم كيف تمت تبرئة الذين ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود من عناصر الحشد الشعبي بعد عدة ساعات؟ ولماذا عشرات آلاف الأبرياء ومنذ أكثر من 10 سنوات يقبعون بالسجون المظلمة بتهم ظنية؟ هذه الأسئلة المعقدة وغيرها بمثابة جبال الجليد في المحيط العراقي، والواجب على من يريد قيادة مركب الوطن أن يعرف إحداثياتها حتى لا يرتطم مركب العراق بها، وإلا سيغرق الجميع وحينها لا ينفع الندم. أضاف الكاتب أن من يريد أن يبني العراق فعليه ألا يتهرب من هذه الأسئلة، وعند مواجهتها سيجد نفسه إما في مواجهة حالة الدولة والبناء والتقدم، وإما اللا دولة والخراب والتراجع. كيف يمكن للكاظمي أن يحقق التوازن بين إيران والولايات المتحدة بعد أن عجزت رسائله المتناقضة للأمريكيين والإيرانيين عن فتح ثغرة في جدار هذه المعضلة؟ هكذا تساءل محمد سعيد إدريس في صحيفة الخليج الإماراتية، الذي أكد أن من الصعب
تصور أن القرار الذي اتخذته السلطات في العراق باقتحام أحد مقار كتائب حزب الله كان مجرد قرار أمني بحت، ليست له خلفياته السياسية، أو أنه قد حصل من دون أوامر مباشرة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لأسباب كثيرة. في مقدمة هذه الأسباب أن هذا المقر الذي تم اقتحامه كان يضم ورشة لصناعة الصواريخ، وأنه يعود إلى كتائب حزب الله المتهمة أمريكياً بمواصلة إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، وأنه أي هذا الفصيل هو الأكثر عداءً للكاظمي باعتباره متهماً بتسريب معلومات استخباراتية إلى الأمريكيين، يسرت عملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. هنا بالتحديد يجدر التساؤل عما إذا كان الكاظمي قد قرر خوض المعركة الصعبة مع الفصائل والميليشيات الموالية لإيران. ربما تكون الإجابة الأكثر واقعية أن خطوة اقتحام مقر حزب الله واعتقال من فيه لن تكون أكثر من عملية جص نبض للقوى المتمردة في فصائل الحشد ضد الحكومة ورئيسها وتوجهاته لاسترضاء الأمريكيين، كما كشفتها مخرجات الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي، حيث كان واضحاً أن الطرف العراقي في الحوار لم يكن ضمن أولوياته تنفيذ قرار البرلمان العراقي بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي، إذ كانت هذه هي رسائل الكاظمي للأمريكيين جراء إقدامه على اقتحام مقر أحد الفصائل الموالية لإيران. فهل سيقدرها الأمريكيون ويفوا بوعودهم؟ أم أن الرسالة غير كافية؟ كذلك إذا كانت هذه هي رسائل الكاظمي للأمريكيين، فما رسائله للإيرانيين باقتحام مقر أحد حلفائهم؟ الكاتب يرى أنه حتى الآن يصعب الاقتناع بأن الكاظمي في مقدوره أن يخوض حرباً مفتوحة على إيران ونفوذها في العراق، فهو يدرك أن القوى السياسية الحقيقية العراقية لن تسمح له بذلك، ويدرك أيضاً أن دعم المكون السني والمكون الكردي لأي خطوة لتقليص النفوذ الإيراني لا يكون كافياً أيضاً لتوفير القدرات اللازمة لخوض هذه المعركة. أظهرت الحكومة الصهيونية نوعاً من الاستخفاف بردود الأفعال الأوروبية الرافضة ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة. عدلي صادق رأى في صحيفة العرب اللندنية أن من المفارقات أن هذه الأوساط نفسها تؤكد عدم تأثر الخطط الصهيونية بما سمته العصا الأوروبية، وتحدثت عن جزيرة الإمارات التي من شأنها أن توقف الضم مؤقتا أو تبطئه، وذلك بمعنى أن الكيان الصهيوني في المحصلة ماض في هذا الضم، لا يوقفه عصا ولا جزيرة. حل موعد الأول من يوليو دون أن تعلن الحكومة الإسرائيلية عن أي تغييرات في الوضع القانوني للمستوطنات في الضفة، لكن الحديث عن فرض سيادة الاحتلال على نحو 30% من الضفة لا يتوقف على مدار الساعة، وعلى النحو الذي يدمر فرص تحقيق أي تسوية ويطيل أمد النزاع ويؤججه. رسائل التحذير تصل إلى إسرائيل من كل مكان في العالم، لكن حسابات نتنياهو التي تغلب عليها المقاصد الشخصية تجعله يتحدث كحريص على فتح أبواب السجال على مصارعها بخصوص ضم الأراضي ومقارعة أوروبا والعالم. في الأيام القليلة التي سبقت بداية شهر يوليو، توصل الأمريكيون إلى قناعة بأن الوقت ليس مناسباً للإعلان عن ضم أراض في الضفة، وقد تحدث الطرفان الأمريكي والإسرائيلي عن ضرورة إرجاء الخطوة، لكن نتنياهو ظل على رأيه بأن يبدأ الضم على مراحل. اليوم يتعين على المجتمع الدولي أن يضع حداً للسياسة الإسرائيلية وممارساتها على الأرض، فطالما أن مقاومة الفلسطينيين لهذه الممارسات ستوصف بالغرب بأنها إرهاب، فالأجدر أن يوصف الاحتلال بكونه مشروعاً إرهابياً لم يعد له مثيل في العالم، لأنه الاحتلال العسكري الأخير الذي لا يزال قائماً ويتوجب كبحه وإنهاؤه. أضاف الكاتب أن مواقف دول الاتحاد الأوروبي من الاحتلال الصهيوني لا تزال كما هي مطابقة للقانون الدولي، ولكنها في الوقت نفسه ليست مقترنة بأي تدابير زجرية
تساعد في كبح جماح اليمين الصهيوني. فهذا الأخير يرى في المواقف الأوروبية نوعا من الكلام والتهديدات الجوفاء. ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن لبنان يسير نحو كارثة اقتصادية وسط مخاوف من عودة العنف والحرب الأهلية. وأضافت الصحيفة في تقرير لمراسلها ريتشارد سبنسر أنه لم يعد لدى لبنان الكلام ليصفوا فيه الانهيار، فالانفجار أو التفكك الذي يواجه البلاد والذي حدث في مجال 4 أشهر يمثل خطورة. لا حاجة للكلمات المعقدة لوصف الحال في لبنان، خاصة أن البلد بكامله حكومة ومصارف وشعبا أفلس ماليا. فعلى منصة فيسبوك وضع أبناء الطبقة المتوسطة إعلانات لبيع الأثاث والملابس وحتى أزواج من الأحذية القديمة. وعلى الجانب الآخر من الأزمة، أعلن الجيش اللبناني هذا الأسبوع أنه لن يستطيع توفير اللحم للجنود في وقت ارتفعت فيه الأسعار إلى 3 أضعاف. وفي اقتصاد مثل لبنان، فنسبة 80% من المواد الغذائية المتوفرة في المحلات هي مستوردة، ولهذا زاد الطلب على العملة الصعبة خاصة الدولار بدرجة ارتفع سعره 5 أضعاف العملة المحلية. ولا يعاني لبنان من جبل ديون وبطالة وانهيار بالتجارة، ولكن من آثار فيروس كورونا الذي زاد من الأزمة. ولم تعاني دولة مثل ما عانى لبنان من انهيار أو وقع في منطقة حساسة في المنطقة، فالانقسامات الطائفية التي مزقت البلد في الحرب الأهلية قبل 30 عاما عادت إلى السطح من جديد، والأسوأ أنها عادت بنفس التي ظهرت فيها بالجارة سوريا. وبدا أن كل المظاهر التي أبداها لبنان بالازدهار لم تقم على شيء، فلا صناعة فيه، والصناعة الوحيدة التي تعتبرها عماد اقتصادها هي الخدمات المصرفية التي أطلقت النار على نفسها. أكدت الصحيفة في ختام تقريرها أنه في الوقت الذي يرفض فيه الساسة اللبنانيون تقييمات وزارة المالية ويتحدثون عن الكرامة الوطنية، لكنهم كما يقول نقادهم يخشون فضح فسادهم. من المحتمل جدا أن تكون هواتفنا مليئة بالجراثيم، وهو ما يمثل مشكلة خطيرة في أثناء تفشي جائحة كورونا. من أجل ذلك طورت شركة سامسونج حلا مناسبا لهذه المشكلة، هو عبارة عن جهاز محمول يشحن الهاتف الذكي ويعقمه باستخدام الأشعة فوق البنفسجية. وبحسب ما نشر في موقع الخليج أونلاين، فإنه بإمكان المستخدم أن يستعمل الجهاز أيضا لتطهير مواد أخرى كالساعات الذكية وسماعات الأذن وحتى النظارات. وتدعي هذه الشركة أن جهاز التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية يقتل ما يصل إلى 99% من البكتيريا في غضون 10 دقائق. بحسب الخبراء، فإن التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية يعد خيارا جيدا مع تفشي وباء كورونا. وحجم جهاز التعقيم هذا كبير، يتسع للهواتف الكبيرة، وهو مزود بشاحن له قدرة 10 واط. يتوقف الجهاز عن العمل عند فتح الغطاء، وسيكون الجهاز في البدء متاحا في تايلاند بسعر 51 دولارا. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد في رعاية الله.